الرئيس السيسي يعلن الإفراج عن كافة الجارمين والجارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل. قمة صينية روسية اليوم في موسكو تناقش العلاقات السياسية والاقتصادية والأزمة الأوكرانية. والمستشار الألماني يتوقع استمرار أزمة أوكرانيا لفترة طويلة ويؤكد أن عواقبها ستهيمن على العالم لفترة طويلة. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع الأعمال والشركات التابعة لها وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات، وذلك بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. واستكمالاً لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.
كما وجه الرئيس السيسي خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية معتبرا أنها مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف. وأستهل حديثي إليكم اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية. أقول لكل سيدة وفتاة، لكل أم وزوجة وابنة، كل عام وأنتم مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتم صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، كل عام وأنت مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة. عظيمات مصر، يزداد فخري كل عام وأنا أشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، ومع شعوري بالفخر يزداد يقيني بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة، باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه. السيدات والسادة، إن المرأة في جميع أدوارها في المجتمع أثبتت مرة بعد أخرى أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب ومن الموضوعية والعاطفة، بما جعلها دائما قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده قبل أوقاته السارة والسعيدة. قالت السيدة انتصار السيسي إنها تشرفت بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية لعام 2023، كما أكدت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها سعدت بوجودها بين نماذج نسائية ملهمة استطاعت أن تقهر المستحيل وظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان. ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية اعتزاز لكل امرأة مصرية قائلة إنها السند والعون لأبنائها وأسرتها. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبر وزير الدفاع عن أصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله القدير أن يعيده على الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات. كما نقل وزير الدفاع تهنئة رجال القوات المسلحة للرئيس السيسي بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أعظم صور الترابط والاصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والحفاظ على مقدرات ومقدسات شعبها العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.
نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأمهات الشهداء في محافظات الجمهورية المختلفة بصحبة عدد من الفنانين، وذلك بمناسبة عيد الأم في 21 من مارس، حيث قدمت لهم هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة ونقلت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم. أصدق حب في الدنيا حب فطري بلا مقابل، لحضن كله دفى وحنية، سهر الليالي وتعب السنين، الفرحة اللي من القلب والدمع اللي على الخد. والله لو فضلت تحت رجليكي ما يوفيكي أبدا حقك، كل ده وأكتر ليكي أنتي يا أمي. القوات المسلحة النهاردة بتحتفل بعيد الأم، وده من خلال تنظيم عدد من الزيارات لأمهات الشهداء بصحبة الفنانين في كل محافظات الجمهورية، ووجهت ليهم أسمى معاني الإعزاز والتقدير والاحترام. وزي ما قواتنا المسلحة أصلت فينا معنى الوفاء والعرفان بالجميل، أسر الشهداء النهاردة استقبلت هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة وتحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل فرحة وود وحب ممزوجة بالفخر والعزة باللي ولادهم قدموا لمصر. والله أوجه رسالتي للسيد الرئيس، أشكره إن هو مقدر ولاده، وأقول له ربنا يعينك على مسؤولياتك، وإن شاء الله ربنا ينصر مصر دايما في كل مكان ويعليها ويحفظها، وربنا يقويك، لأن المسؤولية كبيرة وكل راعي مسؤول عن رعيته، وربنا يعينه ربنا يعينه. دي أكتر حاجة، أهم حاجة في الوقت الحالي، ولادنا اللي ضحوا بدمهم وإحنا نضحي بدمنا. وده ما قلتها أنا وبقولها، أنا ولادي في ده مصر، مصر تستحق شعبها كله يبقى في ده عشان تقف وما تقعش. نوجه شكري لسيادة الرئيس والحسن استقباله والفضل وحنيته، ويبارك لنا في سيادتك ويقدرك ويقويك على اللي انت فيه يا سيادة الرئيس، لان اللي انت شايله كتير كتير كتير، يعني احنا بنبقى اسره شايلين هم اسرتنا، لكن انت شايل هم بلد. ربنا يصبر قلوب كل ام، ربنا يصبر قلبي وقلب كل ام. صعب، كان اول عيد الام من غيرك، بس الاعتراض على حكمك يا رب. الحمد لله الحمد لله، فرحانه فرحه كبيره قوي والله. سليمان اكنه داخل علي، اكن سليمان ابني داخل علي، وشيء يشرفني والله، احساس جميل والله. الحمد لله انتوا فاكرين، الحمد لله سليمان يعتبر كده ما ماتش، دول كده انتوا موجودين معايا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، هديتك جاتلي، انت ما بتاخرش عن هديتك جاتلي. كل سنة وانتم طيبين، وأمهات مصر كلهم طيبين، وأمهات الشهداء طيبين. وأنا فرحانة ومبسوطة جدا إن زمايل محمد جايين يقولوا لي كل سنة وانتم طيبين، ده بالنسبة لي لوحده أكبر تكريم، لأن أنا شايفة محمد في زمايله. الحمد لله بلال، يمكن ربنا اصطفاه إن هو يبقى أبوه شهيد وأمه شهيدة، وأنا بتمنى من ربنا إن هو يحقق الأمنية اللي قالها قدام الرئيس، إن هو ياخد بحق بابا ويحقق حلم ماما. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لأسر الشهداء، وسيدة حرمه السيدة انتصار السيسي دعمها لبلال
معنويا ونفسيا، كل الدعم قدمته له، ودعم سيادة وزير الدفاع لأسر الشهداء. وبحب أشكره جدا، لأن أنا إن شاء الله طلع عمرة في رمضان أنا وبلال، لأنه هو نفسه يزور قبر مامته في السعودية. فالمرة اللي هيروح فيها مش راجع، اللي هيستشهد فيها، فقعد يفطر معايا وبيقول أجيب لك يما عيد الأم. قلت له لسه ما هيجي عيد الأم يا حبيبي، ده أنا هجيب لك السنة دي حاجة جميلة. لما جه وجاب لي الشهادة بتاعته، دي كان أحلى عيد أم جابه، عشان عارفة إن هو مرتاح وهو في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى. وبرضه هو افتكرني برضه وجاب لي عيد الأم، والسنة دي برضه أول واحد جاب لي عيد الأم. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هربي ابن البطل، وإن شاء الله يطلع ضابط حربية بإذن الله. بفرح إن بلدي فاكرة ابني، حاجة يعني حاجة أفتخر بها طول عمري، وقدام بلدي وقدام ناس إن ابني عمل حاجة. ربنا يحميكم يا أبطال، ربنا يحميكم ويراعيكم يا رب. مصر ما تنضم أبدا، قدامناها يا رب كده دايما فوق السماء. كان بيبقى فرحان جدا 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 بيوم عيد الأم ده، بغض النظر بقى عن هدية والكلام ده، لا، بس هو عنده اليوم ده لازم يدن يفرح فيه بكل حاجة هو يملكها. وكفاية اللمسة بتاعتكم، أنا حاسة إن أحمد اللي عندي النهارده، أحمد قال كلمتين لزمايله، دي أرضنا ودي عرضنا، وقالها لي أنا. ترضي ابنك ما يتقالش عليه إن هو حامي أرضه ولا عرضه؟ قلت له لا، قال لي إيدي إيدي. فأنا بقول لهم أنا بدعي لهم من كل قلب ربنا يحميهم ويبقى ربنا معاهم ويقويهم على اللي هم فيه. متشكرة جدا لسيادة الرئيس إن هو افتكرنا وافتكر الأمهات في يوم زي كده وكرمنا في اليوم ده. متشكرة ليه وربنا يبارك فيه ويخليه لمصر. متشكرة جدا للقوات المسلحة وإدارة الشؤون المعنوية لتشريفها لينا وتكريمها لأمهات الشهداء، وربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ويحفظهم لمصر ويرحم شهدائنا يا رب. ربنا يرحم شهدائنا. في عيد الأم أنا مبسوطة والله لحضراتكم جيت وشرفتونا وفاكريننا، ومات الشهداء ده مهما يكون برضو يعني، بس التكريم من القوات المسلحة ده بيبقى يعني له طابع خاص أو له طعم تاني برضو، يعني مهما الواحد يتكرم مهما كده الواحد بيحس إن هو الجيش معاه أو القوات المسلحة معاه، بيبقى فرحان. فرحانة والله، فرحانة جدا على دخلكم علينا والله. نشكر سيادة الرئيس على تعبه معانا وإن هو مش سايبنا، وأنا لما كنا حاضرين الحفلة أنا اتبسطت إن أنا شفته جدا، وبقول له بشكر متشكرين عشان وريتنا سيادة الرئيس والناس الحلوة دي. كان لازم نرد الجميل ونقول إننا فاكرين كل أم ضحت بأغلى ما تملك، الضنا واللي عمر ما في حاجة أبدا تعوضه، بس قصاد مصر كله هو. يا أم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكيه. ربيتي احسن تربيه، علمتي معنى التضحيه، ولا حاجه اغلى من الضنا، وانتي صبوره ومؤمنه، كنتي بحكمه ربنا علشان اكيد مطمنه انه في مكان الوقت اجمل من هنا. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهير وادي النطرون للإفراج عن الغارمين والغارمات، وذلك استمرارا للجهود المبذولة وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سجون بلا غارمين أو غارمات، وتنفيذا لقرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات. قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية.
مصر بلا غارمين ولا غارمات، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة و45 رب أسرة، ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له هنا رب سيادة الريس ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه أبدا يا رب. كفاياني كده يعني، أنا بوقت كده إن أنا مش هعمل أي حاجة تاني ولا هاخد حاجة تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقة يا رب الريس يا رب، ويوقعوش في ضيقة أبدا العمر كله، ويفرحوا زي ما إحنا فرحانين كده. إحنا مش عارفين إحنا فرحانين إزاي الفرحة دي، إن إحنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سيادة الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا لعيالنا وخلينا هنعيط في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فات انسى، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. جديد إنك تلاقي مكان. ونشكر الرئيس على اللي عمله لنا، ربنا يكفر شر الحاجات الوحشة ويخليه خليك لنا يا رئيس. الله يبارك فيك يا رئيس. من جديد في أمان. أسعد يوم عندنا النهاردة إن بنتنا خرجت بالسلامة إن شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصة متاحة أمامهم الآن ليبدأوا من جديد. مبسوطة يا ريس، إن شاء الله يجعلك سعيد في دنيا. أنا مبسوطة وبندعي لك إحنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دنيا وكتم من أمثالك. إحنا مبسوطين إن أنت إيه فرحتنا الفرحة الكبيرة بأولادنا بحضاننا. أنا مبسوطة النهاردة إن مامتي طلعت، وده كان أحسن يوم في حياتي. مامتي مفتاش بقالي 4 سنين. بشكر سيادة الرئيس جدا، وبقول له إحناش عارفين نقول لك إيه على الفرحة اللي أنت عملتها لنا دي، وأنا بشكركم كلكم عشان أنتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفة جامدة. فرحانة إن أنا هبقى في وسط أولادي وأقضي رمضان في وسط أولادي، والحمد لله. ونشكر سيادة الرئيس على الجهد اللي هو عمله معانا. مش كنت أتوقع إن أنا أصلا أخرج دلوقتي أصلا لأولادي. أنا وعد الرئيس إن أنا عمري ما همضي تاني ولا عمري هعمل كده تاني أبدا أبدا أبدا. نوعد الرئيس إن شاء الله اللي إحنا ما نرجعش السجن تاني ولا نمضي على وصلات تاني بأمر الله. بإذن الله نوعد الرئيس إن إحنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية، كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. لما كناش متوقعين، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش وما تأخرش عنا. بنقول له يا رئيس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي لحد الآن، يعني أنا في حلم، أنا حاسس إني بحلم، إني ما كنتش مصدق إن أنا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين أفرج عنهم في فترات سابقة، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هما دلوقتي فرحانين إن كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة بره هتدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومصر المشاهدة تأخر وخطوة. كل سنة وانتم طيبين. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. من جديد انسى بداية نقولها للآخر.
ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولاً لحياة كريمة. عقدت مؤسسة البوابة نيوز ندوة بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع لو ديالوج، والتي تحمل عنوان الحوار بين الشرق والغرب محاولة لوصل ما انقطع. وقال الكاتب والمفكر الفرنسي بيير ليلوش وزير الدولة السابق للشؤون الأوروبية بفرنسا إن هناك أحياء منعزلة في المدن الفرنسية تضم المهاجرين وتشكل تكتلات ضخمة لدرجة أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها لا تعرف كيفية التعامل مع هذا الملف. وأضاف ليلوش أنه يجب على الموجودين في الحكومة الفرنسية فهم هؤلاء الذين يرفضون قوانين الجمهورية الفرنسية. القضايا اللي اتقالت النهاردة في منتهى الأهمية، ما يسمى بالإسلاموفوبيا في الغرب، ما يسمى بالإرهاب في الشرق، الحوار المشترك النهاردة أنتج لغة مشتركة كبيرة جدا. ما حدث معه فضيلة الإمام الأكبر امبارح أزال لبس كبير جدا من الأفكار اللي موجودة في ذهنية الغرب عن الإسلام والعرب. ما حدث اليوم في الندوة أزال كثيرا من ذهنية المصريين عن اللي بيحصل في فرنسا. ندوة الهامة والتي تضم قامات كبيرة سواء من مصر أو من فرنسا لدعم هذا الفكر وثقافة الحوار ووصل من قطع بيننا وبين الغرب، في محاولة منا لتصحيح الصورة السلبية التي يأخذها عن الشرق والأوروبا، وبالتالي أيضا إيصال الصورة الأوروبية أو وجهة نظر أوروبا عن الشرق، ومحاولة يعني تفكيك الاختلافات والبحث عن المشترك دائما. جئت إلى هنا اليوم للمشاركة في هذه الندوة الشيقة حول الإسلام السياسي وإقامة الحوار بين الشرق والغرب. استمعنا إلى آراء لا يمكن أن نسمعها بسهولة في الغرب وفي أوروبا تحديدا، خاصة أن هنا استمعنا للعديد من الآراء للنخبة من الخبراء في هذا المجال الذي يتعلق بملف مهم بالنسبة للقارة الأوروبية والأوروبيين، ألا وهو الإسلام السياسي. سعيد جدا بالمشاركة في هذه الندوة. أعتقد أن فكرة الحوار بين مصر وفرنسا في هذه الفترة أمر أساسي وضروري ومهم لمحاربة مثل هذه الأفكار. يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ محادثات اليوم في موسكو حول مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية. ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكريملين. وكان الرئيس الروسي قد عقد جلسة مباحثات مطولة في موسكو مع نظيره الصيني، أكد خلالها بوتين أنه تم بحث مبادرة بكين لحل الأزمة الأوكرانية. اتهمت الولايات المتحدة كل من الصين وروسيا بتشجيع التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية من خلال منعهما من مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحد بشأن هذه القضية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد إن ثلاث دول ترفض الانخراط في دبلوماسية حسنة النية فيما يتعلق بهذا التهديد، مضيفة أن الدول الثلاث هي كوريا الشمالية التي تواصل تجاهل العروض المتعددة للحوار، وروسيا والصين اللتين تعرقل مجلس الأمن عن محاسبة بيونغ يانغ.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة، داعيا إلى الاستعداد لفترة ما بعد انتهاء الحرب. وقال شولتس إن أثار الأزمة الروسية الأوكرانية ستهيمن عواقبها لفترة طويلة على العالم. وأكد المستشار الألماني أن الدول الغربية ستواصل دعم أوكرانيا، وأنه يتعين أن تكون كييف قادرة على حماية وحدة أراضيها واستقلالها. ختام النشرة، ولم يتبقى سوى العناوين. الرئيس السيسي يعلن الإفراج عن كافة الجارمين والجارمات بمراكز الإصلاح والتأهيل. قمة صينية روسية اليوم في موسكو تناقش العلاقات السياسية والاقتصاد والأزمة الأوكرانية. والمستشار الألماني يتوقع استمرار أزمة أوكرانيا لفترة طويلة، ويؤكد أن عواقبها ستهيمن على العالم لفترة طويلة. ونذكركم لمزيد من الأخبار، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنت معكم حبيبة عمر، وإلى اللقاء.